اليوم سنتحدث عن الصدمة. الصديق السيء. الصديق السيء هو من يهرب من أي مشكلة. إذا صديقه قال له تعال لتساعدني، قال له أي حجة لا يهرب من مساعدتي. أما الصديق الجيد يساعدك في وقت الضيق ويساعدك على كل شيء تحتاجه، وأنت أيضا يجب أن تساعده لأنه هو صديق. الصداقة هي أن إن كان صديقك يحتاج إلى المساعدة فتساعده، وإن كنت أنت تحتاج المساعدة سيأتي صديقك ويساعدك. وشكرا لحسن استماعك.